النهاردة هنتكلم على ازاي هنحول الصورة اللي قدامنا دي لصورة فاتحة اكتر او فيها الوان، يعني الصورة حلوة بس هنحاول نعدل فيها شوية حاجات هنخليها بالشكل ده. هنبدأ على طول. اول حاجة هنعملها، انا عندي الصورة الباك جراوند اهي، هنيجي عند الفلتر نخليها convert for smart filters. ليه؟ هقول لكم دلوقتي ليه ممكن بنحولها كده وبنشتغل على كده ليه. هندوس عليها هتتحول عندنا ل smart object. اتكلمنا على smart object قبل كده بس انا هقول لكم ليه احنا حولناها ل smart filter. الفوتوشوب الجديد اللي هو CC موجود فيه الكاميرا رو فلتر، ده مش موجود غير في السي سي. لو ما عندناش عندنا CS5 او CS6 او اقل، ممكن بنفتح الصورة الاول على الكاميرا رو، هنعدل نفس الحاجات اللي احنا هنعدلها وبعد كده نخش بيها على الفوتوشوب. انما انا بما اني عندي السي سي هنخش من الكاميرا رو فلتر على طول، هندوس عليه بيفتح لنا نفس الويندو اللي بنفتح عليه اي صورة رو. وممكن كمان اللايت روم لو بنحب نشتغل عليه برضه عليه نفس الاوبشنز دي موجودة، كل السلايدرز دي موجودة في الكاميرا رو وموجودة في اللايت روم. انا اول حاجة هعملها في الصورة نحاول نفتح الصورة شوية، نفتح الصورة من الاكسبوجر، هنجرب كده ممكن الصورة تبقى فاتحة قوي كده، بس هناخد بالنا ان الاسود بدأ يبوظ لو قربنا شوية. لو ملاحظين هي الصورة فتحت بس بدأت الصورة تبوظ، ولو نزلنا كده الصورة بتغمق اكتر. فاحنا هنحاول نشوف ما بين 15 لـ20، نشوف كده 20 أو 25، بس أهم حاجة ناخد بالنا إن الأسود اللي في الصورة ما يبصش. أنا اشتغلت على 20. وتاني حاجة نحاول برضو نفتح في الصورة عشان تبقى فرقة شوية عن الباك جراوند. هنيجي عند الهايلايتس ونبدأ نزود لحد ما نشوف، هي عشان غامقة جدا فمهما بنزود الصورة ما بتفتحش قوي، يعني نجرب كده وكده. أنا عندي اشتغلت على 80. ونيجي برضو الشادوز نحاول نفتح شوية، يعني لو غمقنا كده الصورة بتغمق وكده الصورة بتبدأ تفتح، بس زي ما قلت لكم لازم نخلي بالنا من الأجزاء دي بتبدأ تبوظ لما بنوصل لمستوى معين. فأنا هختار رقم أو الـ value 20 بحيث إن هي الصورة تكون فاتحة شوية عن ما كانت، وفي نفس الوقت نحافظ على الـ exposure بتاع الصورة. وممكن حاجة أخيرة نعملها الكلاريتي نزودها شوية، واخدين بالنا هي زي الشاربنس بالظبط، احنا ممكن نعمل نسبة قليلة تساعدنا واحنا شغالين. ونيجي عند التمبريتشر بقى ندي تنت للصورة شوية، نخليها كولد ولا نخليها وورم شوية. يعني بنزود كده بتخش في الأصفرات والأحمرات، كده بتخش في الأزرق، بيسموها يعني كولد وهنا بسميها وورم. انا اخترت شوية ناحية الازرق خليتها -9، والتين تزودها سنة بسيطة بس خليها 3 كفاية، وندوس اوكي. نيجي هنا هنلاقي ان الفلتر بقى موجود عندي، ممكن اعدل فيه او ممكن الغيه، بعكس ان احنا لو اشتغلنا على الصورة وهي مش سمارت اوبجكت كده انا ممكن الغي الفلتر خالص.
وكده ممكن ارجعه تاني، او لو انا محتاج اعدل فيه حاجة ممكن ادبل كليك عليه، هرجع لنفس الويندو نفس السيتنجز، ممكن اغير فيها حاجة وارجع وادوس اوكي، بس انا كده مكتفي. هنيجي بعد كده نكمل. انا عندي الجزء تحت فاتح قوي، فانا مش عايز اخليه فاتح قوي كده، فاعمل نيو لاير واجي بالبرش اخلي لونها اسود والفلو هخليها حوالي 20. واكبر البرش شوية وهبدأ ارسم خفيف بحيث ان انا اغمق الصورة. عايز اخليها تكون ماشية اكتر مع باقي الصورة. شوف كده متهيألي مناسبة. نسيت حاجة، بس عايزين هعمل دوبليكيت للصورة واعمل لها راسترايز. ليه؟ لان انا عايز اشيل الاسم الموجود فوق ده، فانا عملت لها راسترايز. هاجي باللاسو تول اختارها كده، وباجي عند اي اداة من اللي احنا اشتغلنا بيهم. انا اشتغل بالباتش تول، سهلة. هعمل اسحبها كده هنلاقيها اختفت. نيجي نرجع نتكلم على باقي التصميم. تاني حاجة هعملها، انا عايز اعمل تكتشر ورا الصورة، اديها شكل مختلف شوية عن اللي هي عليها. هو غالبا بيبقى مصور على كروما وبالاضاءة وكده بتبقى بالشكل ده. انا عندي 2 تكتشر، اول واحد هاخده نعمل كنترول A كنترول C واجي احطها هنا. طبعا هي كده مش معمول لها بلند مع الباك جراوند. انا عملت سوفت لايت بحيث ان هي هتبقى بلندد مع الخلفية ورا، وفي نفس الوقت باينة، وهسيبها زي ما هي. وهاخد الصورة التانية برضو كنترول A كنترول C واعمل لها كنترول V. هي اصغر شوية بس هي مش هتفرق معانا لو كبرناها. هو عادة المفروض ما بنكبرش الصور الصغيرة، بس عشان هي هتتحط في الباك جراوند وهيتعمل لها بلند واوباستي قليل فمش هتبان. انا هختار البلند مود هنا كولر دودج، هلاقي الافكت بقى قوي جدا. انا عملت الاوباستي بتاعها 16. احنا ممكن بنجرب كل البلند مودز دي، بس هي اكتر واحدة نفعت هي الكولر دودج، فانا عملتها 16. هنيجي لو قربنا شوية هنلاحظ ان التكتشر فوق الصورة، فانا عايز اخليها في الباك جراوند بس. موضوع سهل، اتكلمنا على اللاير ماسك قبل كده. هاجي هنا وادوس على لاير ماسك، هيبقى ابيض. هجيب براش لونها اسود واوباستي ممكن نزوده شوية والفلو شوية، وهبدأ أمسح. وهنا نفس الكلام، ممكن نزود الأوباستي والفلو، نقرب شوية. احنا مش محتاجينها فوق الموديل اللي عندنا. وهنا نفس الكلام، هنمسح كل ده، هنتحكم بالفلو والأوباستي زي ما احنا عايزين. بس هو كده
مظبوطة. الصورة هنا بس محتاجة تكبر سنة تقريبا. أيوة تمام كده. كده احنا نشوف وصلنا من فين لفين. نلاقي نفسنا من كده وصلنا للشكل ده. بعد كده هنيجي نخلي بقى الصورة ليها شكل اكتر. احنا لو نلاحظ هنلاقي الاضاءة جاية من الجزء ده، فانا عايز اديها شكل ان في اضاءة موجودة وان سبوت لايت نازل عليه عشان الصورة تبقى واقعية اكتر. هنيجي نعمل لير فاضي، هنيجي براش، نختار براش كبيرة شوية، نيجي وطبعا نختار اللون ابيض وهندوس، هي ستروك واحد يعني، ندوس مرة واحدة ونروح اعمل لها موف. خليها من هنا، ممكن اكبرها او اصغرها. انا هخليها كده لو ناخد بالنا كده، الإضاءة كأنها جاية من الناحية دي. يعني في حرف كده جاي نقلبها، ممكن نعملها دوبليكيت كمان كنترول جي وننزل بس كده بحيث ان هي تكون جاية من ناحيتين. ممكن نقلل الاوباسيتي شوية لو حسينا ان هي قوية زيادة عن اللزوم. نعملهم كنترول جي عشان نشوف عملنا ايه، نشوف ايه الفرق قبل وبعد كده، قبل وكده بعد. اعتقد الصورة ادت شكل احسن. وهنا برضو التكستشر هنعمل لهم جروب نسميهم تكستشر عشان نشوف ايه الفرق قبل وبعد كده. من غير التكستشر كده، بعد التكستشر اعتقد ان هي بلندد كويس جدا. احنا حاسين فعلا ان هي كانت موجودة اصلا وهي مصورة عليها. وهنا اللايت ممكن زي ما قلت نتحكم في جروب ككل، نقلل او نزود الاوباسيتي. فانا شايف ان هي كده كويسة لحد ما. بعد كده عايزين ندي للصورة شوية ألوان، عايزين نخليها فيها ألوان أكتر. هنيجي نعمل حاجة سهلة احنا عملناها كتير قبل كده، بنيجي عند ال adjustment layers ونيجي عند ال gradient. هو بالديفولت الموجود أبيض فهو فتح أبيض، احنا مش عايزين ده. احنا عايزين اللي هو 1 2 3 4 5، رقم 5 هو ده موجود، اللي هو ال violet وال orange دي موجود اصلا في ال default بتاع الصور بتاع الفوتوشوب اسف. انا هختار ال angle خليها جاية من ناحية الاضاءة او ناخد بالنا، هدوس اوكي. طبعا كده مش باين حاجة، هنعمل ال blend mode بتاع screen، هنلاقي ان اللون الاورنج جاي من كده ونازل للفايلت، بس الافكت قوي زيادة عن اللزوم. فاحنا هنقلل الاوباسيتي لحد ما نلاقي الاوباسيتي بتاعها مقبول. فانا هعملها حوالي 16 او 17. احنا لو قربنا هنا ناخد بالنا ان اللايت افكت فيه خط معمول، فانا هعمل له ماسك بحيث بس ان هو الخط ده ما يبقاش باين كده. تمام، احنا ممكن نيجي نتحكم في انهي هيبقى الغالب، الازرق ولا الاورنج. فانا هختار يعني ما بين ان الأورنج يبقى فوق والأزرق تحت كده كويس. الحاجة الأخيرة اللي أنا
اعملها للمصورين، وما عارفين يبقى في ساعات في الاكسبوجر الواطي بيبقى فيه دست او حاجة زي هما بيسموها دست تلاقيها موجودة، فانا عايز ادي افكت ان انا برضو مصور وفيه دست عالي. هجيب الصورة كنترول ايه، كنترول سي كنترول في، هنا برضو نفس الكلام، ممكن نكبرها لان كده كده مش هنشتغل عليها كلها. هندوس اوكي. طبعا احنا قلنا قبل كده ان لو عايزين نعمل بلند حاجة خلفيتها سودة على اي صورة بنعمل البلند مود بتاع سكرين، كده هنلاقي ان الاسود راح وما تبقاش غير الافكت اللي انا عايزه او الدست. فانا حاول اختار جزء كويس منها في الصورة ونشيل الباقي. هنيجي نعمل لها داير ماسك برضو، انا عايز اشيل الجزء اللي تحت ده مع نيجي بالبراش الاسود، والفلو قليل بيبقى احسن في البلند، بيسهل عليا. وهنعمل الاوباسيتي بتاع اقل شوية عشان كده قوي جدا، احنا حاسين ان هو زيادة عن اللزوم. فانا هجرب ما بين 15 لل 30، اعتقد ان كده 26 الى حد ما كويس مقبول. نيجي بقى احنا كده خلاص وصلنا لاخر حاجة، ممكن نشوف بس الاول احنا كنا فين، وصلنا لكده. اخر حاجة ممكن نعمل شاربن للصورة شوية، هنعمل ستامب visible layer، هنعمل كنترول الت شيفت و اي اتكلمنا عنها قبل كده، ده بيعمل ميرج لكل اللايرز اللي تحت بيحطها في صورة واحدة. يعني لو قفلنا نلاقي كده ما فيش كده كل اللايرز بقت ميرج في لاير واحد. هنيجي عند فلتر شاربن و انشارب ماسك، زي ما اتكلمنا قبل كده بنختار الاماونت والراديوس لحد ما نشوف اني اماونت كده، طبعا زيادة جدا الراديوس والاماونت طبعا بيبوظ الصورة، فالراديوس هنخليه قليل شوية والاماونت نزود لحد ما نحب، نخلي الصورة جرانجي شوية. انا شايف ان كده، انا شايف ان كده كويس. اعتقد ان كده باينه، لو قربنا شويه كده الصوره بقت شاربن اكتر، لو مش عايزين ممكن ما نستخدمهاش ايا كان. كده يبقى احنا خلصنا التوتوريال بتاعتنا، الموضوع سهل، شوية ليرز بسيطة خلينا الصورة من كده وصلناها لكده، أعتقد نتيجة كويسة. آخر حاجة هقول لكم أنا الصورة دي جايبها منين، لو حد عايز يشتغل على نفس الصورة، هو ده البروفايل بتاع المصور اللي أنا جايب منه الصورة، في ليه جاليري كتير، هنعمل براوز جاليري هنلاقي كل الصور اللي موجودة. ممكن نخش عليها ونختار صور تانية، وعنده صور كتير كويسة. والحاجة الأخيرة أو قبل الأخيرة بالنسبة للتكتشر بتاع الدست، أنا موجود، أنا عملت سيرش عليه على الإنترنت، كتبت دست بارتيكلز لقيت صور كتير، موجود أشكال كتير، نختار اللي احنا عايزينها. وآخر حاجة ياريت نعمل سبسكرايب للشانل على اليوتيوب بتاعتي ونتفرج على الفيديوهات، في حاجات كتير أنا اتكلمت عليها قبل كده.
يا ريت نتفرج عليها. وفي الريتاتش اللي عايزين يتعلموا ريتاتش البروفيشنال، وفي الصور المانيبيوليشن العادي. أتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة بالتوتوريال الصغيرة دي، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله، وشكرا.